السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة القدس العربي ومقال للكاتبة هيفاء زنجنة. تمر هذا الأسبوع الذكرى 19 على معركة الفلوجة الثانية في تشرين الثاني نوفمبر من عام 2004 في محافظة الأنبار، التي شنها المحتل الأمريكي باسم عملية الفجر وعملية غضب الشبح بعد فشله في إخضاع المدينة في معركة الفلوجة. تقول الكاتبة مقابل الصمت الرسمي العراقي أن يعيد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى الواجهة تفاصيل طالما عملت أمريكا وبريطانيا على طمرها بصدد جرائمها في العراق، وأكثرها وضوحا استخدام الأسلحة المحرمة في الأماكن المأهولة بالسكان كاليورانيوم المنضب والفوسفور الأبيض والنبالم، مما عرض حياة المدنيين أكثر من المقاتلين للموت. تشكل مدينة الفلوجة المثال الأكبر بشاعة لما ارتكبته قوات الاحتلال بالتعاون مع ساسة عراقيين، وهي حقيقة تذكرنا بها تقارير شبكة الأنباء الإنسانية إيرين. لقد عاش العراق كله عنفا كبيرا منذ احتلاله، إلا أن ما تعرضت له الفلوجة يساوي 4 أضعاف ما عانته بقية المدن، وذلك بعد أن وثقت العثور على أكثر من 700 جثة، من بينها 550 امرأة وطفلة. وفي عام 2012 أظهرت دراسة صادرة عن المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة بسويسرا، وهي واحدة من عديد الدراسات، أنه في السنوات التي عقبت عملية غضب الشبح كانت هناك زيادة بمقدار 4 أضعاف في جميع أنواع السرطان، بما في ذلك 12 ضعفا في سرطان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أقل من سنة و14 سنة. وإذا كانت الدراسات والبحوث العلمية العراقية والأجنبية قد وفرت لنا المعلومات بشأن استخدام اليورانيوم المنضب في عدة مدن عراقية، ووثقت مضاره الآنية وبعيدة المدى المتبدية بأشكال تراوح ما بين التشوهات الخلقية وأنواع السرطان، وخصوصا في الفلوجة فإن استخدام الفوسفور الأبيض بقي في الظل. يقول الكاتب علي حسين في مقال له في صحيفة المدى: في 25 من أيار عام 2003 استيقظ العراقيون على خبر تناقلته وكالات الأنباء والفضائيات، فقد أعلن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر حل القوات المسلحة العراقية في شهر تشرين الثاني من عام 2022. انشغل العراقيون بتغريدات النواب وخرجوا علينا يهللون ويصفقون مطالبين بإعادة أمجاد الجيش العراقي. وفي حفلهم الصاخب داخل البرلمان أعلن السادة النواب أنهم والجيش يد واحدة. يضيف الكاتب أن الذين يتغنون بالجيش في البرلمان الآن هم أول من حمل لواء الكراهية للجيش والقوات الأمنية، وأول من أعلن بوضوح عن ضرورة حل الجيش، وأول من سعى إلى أن يطمس دور الجيش. ويضيف الكاتب: اليوم نحن في محنة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، وأصعب المحن هي المتعلقة بإقرار قوانين تهم حياة الناس اليومية. البرلمان لم يعالج أزمات الفقر والسكن والبطالة. الناس تعرف جيدا أن ساستنا الأفاضل أبدلوا ملفات مهمة مثل الخدمات والتنمية والصحة والتعليم والبطالة والسكن بملف واحد هو تقاسم المنافع والمناصب. واليوم يتساءل العراقيون: هل الحديث عن الخدمة العسكرية يمكن أن يعوضهم سنوات من التخبط والارتجالية والمحسوبية والانتهازية التي مارسها العديد من السياسيين؟ وهل سيكون هذا الجيش بديلاً عن الجماعات المسلحة التي تعتقد أن سلاحها فوق الدولة؟ وهل قانون التجنيد سيطبق على شباب العراق جميعاً أم سيكون هنالك أمراء وفقراء؟ للأسف بدلاً من أن يكون سعي مجلس النواب إلى أن يكون العراق تاريخاً من التنمية والازدهار، يصرون على تحويله إلى سلسلة طويلة من التجارب الفاشلة في الحكم،
مرة بالحديث عن قوانين الأخلاق والفضيلة، ومرة أخرى بالحديث الكوميدي عن النزاهة، ومرات عدة بالسعي إلى إقصاء الآخرين بكل وسائل الاجتثاث. نشر موقع ذا هيل مقال رأي لباتريشا أكرم المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الدولي الجمهوري، تساءلت فيه إن كان تعيين محمد شيع السوداني رئيسا لوزراء العراق بعد عام من الأزمة السياسية سيجلب التغيير، ما أن حكومته ستكون مثل غيرها. وتقول الكاتبة إن الموافقة على حكومة ستنهي المأزق السياسي في البلد، إلا أنه من غير الواضح قدرة الحكومة الجديدة على إحداث التغيير المطلوب. فالسوداني حظي بدعم ما يعرف بالإطار التنسيقي، وهو تحالف قوي من الجماعات الموالية لإيران، ويحتل 139 مقعدا من 329 في البرلمان. هذا الأمر لا يبشر بخير للحكومة التي لا تحظى الآن بالشرعية. في ظل الجدل السياسي الطويل وعدم الاستقرار السياسي المزمن، فالشعب العراقي محق بالشك في قدرة هذه الحكومة على معالجة المشكلات التي تواجه البلد. وينظر الكثيرون بشك لعلاقة السودان مع رئيس الوزراء السابق نور المالكي المعروف بطائفيته وولائه لإيران. وستواجه الحكومة تحدياً لمنع التظاهرات المتقطعة منذ عام 2019، ومن المحتمل أن يزداد زخمها. وتشكل في السنوات الماضية تحالف من النخب الشبابية والناشطين والمتظاهرين بهدف الدفع للتغيير السياسي كطريقة لمعالجة الخلل الوظيفي في الحكم. إن الفساد المستشري كان المحرك الأساسي للتظاهرات والمطالبة بتغيير النظام السياسي القائم على المحاصصة بين الطوائف العراقية، وأدى إلى ظهور المحسوبية ونظام الرعاية. ولم يفت الكثيرين أن الحكومة الجديدة تشكلت بالطرق والأساليب نفسها وبالأحزاب نفسها التي سيطرت على النظام السياسي منذ عام 2005. من موقع عربي 21 نقرأ مقالا للكاتب فراس أبو هلال. يتساءل الخبراء الغربيون وبعض العرب لماذا فاز اليمين الإسرائيلي في الانتخابات الخامسة خلال أقل من 4 سنوات؟ يعطي التساؤل إيحاء بأن الانتخابات السابقة لم تأتي باليمين للحكم، بينما يفوز اليمين بكل تنوعاته في الانتخابات منذ عام 2003، حيث ترأس الحكومات الصهيونية منذ ذلك الوقت رؤساء أحزاب يمينية. لم يحصل توجه انتخابي لليمين كما يبدو من التساؤلات التي تطرح في الإعلام، بمعنى التحرك من اليسار أو الوسط لليمين، بل هو تحرك داخل اليمين نفسه، انتقال من المتطرف للأشد تطرفا. يضيف الكاتب: لنضع النقاش الإعلامي الآن جانبا ونجيب على التساؤل بصيغته الحقيقية، لماذا ينتخب المحتلون التطرف أكثر فأكثر؟ والجواب هنا بدهي وموجود في السؤال نفسه، وذلك لأن المحتل بطبيعته متطرف، لا يرى إلا نفسه متحكما ومسيطرا من قبل جيشه وقوته الغاشمة. تعاني دولة الاحتلال الصهيوني من تآكل القيادات بعد انتهاء الجيل الأول للاحتلال وتأسيس المستعمرة على أنقاض الشعب الفلسطيني. كل القيادات السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال منذ سنوات تتكون مما يسمى نخبة نتنياهو، وهي تضم من عملوا معه أو تحت إمرته في المناصب السياسية والعسكرية. ولذلك فإن نتنياهو يسيطر على المجال السياسي منذ عام 2009 باستثناء فترة الحكومة السابقة. لذلك كله فإن نتائج الانتخابات طبيعية، لا تغيير بالعقلية المتطرفة للمحتلين عموما هنا. ولكن النزاعات اليسارية تراجعت منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي لأسباب لا تتعلق بالمواقف السياسية تجاه العرب والفلسطينيين، بل بتغييرات في طبيعة العوامل المؤثرة في الانتخابات، وأهمها تراجع دور الكيبوتسات وضعف حزب العمل وصعود لاعب جديد هو المتدينون الذين لم يكونوا يلعبون دورا كبيرا في الانتخابات سابقا. ولكن هذا الدور بدأ يتصاعد لأسباب دينية وليست سياسية أساسا. قال الباحث الأمريكي مارك أبيسكوبوس إن موقف أنقرة تجاه الحرب الروسية يأتي ضمن رؤية أردوغان التوسعية لتركيا
كقوة عظمى لا غنى عنها في عالم ينتقل إلى متعدد الأقطاب. وقال أبيسكوبوس في تقرير نشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توج أسبوعا من دبلوماسية الطوارئ لإنقاذ صفقة الحبوب الأوكرانية المحاصرة، ما يسلط الضوء مجددا على المواقف التركية الدقيقة متعددة الاتجاهات مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهر التاسع. وشكر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أردوغان في مطلع الأسبوع لإعادته روسيا إلى اتفاق متعدد الأطراف يتعلق باستمرار تصدير الحبوب الأوكرانية بعد وقت قصير من إعلان الكرملين انسحابه من الاتفاق. إن إحياء أنقرة لاتفاق الحبوب جاء في عقاب إعلان أردوغان قبوله مقترحا سابقا لبوتين بتحويل تركيا إلى مركز للغاز الطبيعي، ولم يكشف عن التفاصيل الفنية المتعلقة بالاقتراح من جانب روسيا التي تسعى جاهدة للبحث عن طرائق بديلة لنقل الغاز وسط انخفاض شديد في صادرات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. أردوغان نجح وإلى حد كبير في وضع نفسه وسيطا رائدا في حرب أوكرانيا وخروجه عن صفوف حلفاء الناتو من أجل تأكيد مركز يتسم بالحيادية المؤهلة له. وعلى الرغم من أن تركيا دانت موسكو مرارا وتكرارا لغزوها أوكرانيا وساندت أوكرانيا في وقت سابق بشحنات من المسيرات التركية برقدار تي بي 2، فقد ميزت نفسها كدولة مؤيدة بقوة للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض لإنهاء الحرب في وقت تحظى فيه مثل هذه الدعوات بالاستنكار من جانب كييف وبعض القادة الغربيين. بعض المؤرخين يقولون نستطيع أن نقول خمس تركيا على الأقل يعني من العقارات وقفية. حينما أرى الشعب التركي بشكل عام عندهم حب عميق للغة العربية والقرآن الكريم، تقريبا يقول عدد حفاظ القرآن الكريم في تركيا المسجلين يعني المسجلين رسميا تقريبا ربع مليون. ما أبرز تلك التوجهات والتيارات الفاعلة؟ وهل جزء منها هذه الأوقاف الإسلامية والتيارات والحركات الإسلامية أم لا؟ من الذي خرب العراق؟ من الذي خرب العالم الإسلامي؟ من الذي أضر باليمن جعله في هذه أتى به إلى الهاوية؟ هو إيران في الحقيقة. رئيس وقف الدعوة والأخوة في تركيا الدكتور معروف تشليك في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. توصل تقرير صادر عن إحدى المطبوعات الطبية الرائدة إلى أن تغير المناخ يؤثر بشدة في صحة الناس في جميع أنحاء العالم. ويقول تقرير لانسيت الذي جاء تحت عنوان العد التنازلي إن اعتماد العالم المستمر على الوقود الأحفوري يزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي والأمراض المعدية والأمراض المرتبطة بالحرارة. ويتضمن التقرير عمل 99 خبيرا من المنظمات التي من بينها منظمة الصحة العالمية بقيادة كلية لندن الجامعية،
يصف التقرير كيف أدى الطقس المتطرف إلى زيادة الضغط على الخدمات الصحية على مستوى العالم التي تصارع بالفعل مع وباء كورونا. ويبين التقرير أن الوفيات المرتبطة بالحرارة على مستوى العالم زادت بمقدار 2/3 خلال العقدين الماضيين. وتشمل الآثار الصحية للحرارة الشديدة تفاقم حالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والتسبب في حدوث ضربات شمس وضعف الصحة العقلية. في قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان يضطر بعض السكان إلى العيش في مقابر القطاع، في حين تصارع السلطات لتلبية الطلب المتزايد على بناء مساكن جديدة. تعيش السيدة كاميليا كحيل وعائلتها في مقبرة الشيخ شعبان الأقدم في غزة، في منزل بناه زوجها في الجهة الشرقية من المقبرة، وقد بني البيت على قبري شخصين مجهولين. وتوضح كاميليا أن أطفالها الذين يكسبون مبالغ زهيدة مقابل جلب الماء لمراسم الجنائز لا يكفون عن السؤال عن الوقت الذي سيتمكنون فيه من الانتقال للعيش خارج المقبرة. ويعكس الضغط على المساحة الأرضية في المقبرة الطلب المتزايد على الأراضي في مدينة غزة التي تواجه أزمة ديموغرافية متصاعدة منذ سنوات، ويتوقع أن يزيد عدد سكان القطاع أكثر من الضعف في غضون 30 عاما المقبلة. والآن نتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. لا مكان آمن بالنسبة للصحفيين، فحياتهم مهددة بالخطر في بلدان عديدة لمجرد تحقيقهم بقضايا الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان أو القضايا البيئية. أما عن المعدل العالمي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين فيبلغ 86%. الصحفيون يواجهون تهديدات لا حصر لها، منها الاختطاف والتعذيب والاحتجاز التعسفي والمضايقة، ولا سيما في المجال الرقمي. والدول العربية تعد المنطقة الأكثر خطراً، وقد بلغت حصتها خلال السنوات الماضية من حصيلة قط الصحافة 30% على مستوى العالم وفقاً لمنظمة اليونسكو. الأسوأ في حرية الصحافة. منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد كشفت في تصنيفها السنوي لتقييم حرية الصحافة لعام 2022 عن قائمة أسوأ دول لممارسة الصحافة، وقد حلت سوريا والعراق على التوالي في المرتبتين 171 172 من مؤشر يشمل 180 دولة. صحفيو العراق. يعاني العراق ومنذ نحو عقدين من ظاهرة الإفلات من العقاب للجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد الصحفيين، حيث قتل 475 صحفياً وعاملاً في مجال الصحافة منذ عام 2003، وذلك في سلسلة جرائم عادة ما تقيد ضد مجهول بحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان. التهديد والاغتيال والخطف والابتزاز وتكميم الأفواه ليست المخاطر الوحيدة التي تهدد حياة الصحفيين وأرزاقهم في كل من العراق وسوريا. إغلاق المؤسسات الإعلامية تباعاً والاعتداء على طواقم المؤسسات الصحفية واقتحام مكاتب قنوات ومنعها من البث وإيقافها عن العمل لفترات قد تطول وقد تقصر، زيادة على مطاردة الميليشيات المسلحة للصحفيين وقتلهم بغياب القوانين التي تضمن حقوقهم وسلامتهم. كلها عوامل جعلت من سوريا والعراق يتذيلان قوائم حرية الصحافة حول العالم. برأيكم ما هي الخطوات اللازمة لحماية الصحفيين؟
وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.